في إطار عمليات إصلاح القطاع الصحي، تدعمت ولاية الجزائر بهياكل صحية جديدة تدخل ضمن مشروع المقاطعات الصحية. استفادت ولاية العاصمة من منشآت صحية التي تم تدشينها خلال سنة 2016، نذكر على سبيل المثال العيادة متعددة الخدمات بتسهيل المرجع، العيادة متعددة الخدمات بدراريا دابوسي، والعيادة متعددة الخدمات كذلك بالحراش على مستوى مستشفى الزميرلي. وكذا سوف نستلم ويدخل في الخدمة المستشفى 150 سرير للولادة بالدويرة، الذي هو الأشغال سوف تنتهي في السداسي الأول. العيادة متعددة الخدمات لتسهيل المرجع فتحت أبوابها في 3 جويليا، هي مهيئة بكل المعدات اللازمة، الطاقم الطبي تاعها متكون من 8 أطباء. كما تعزز القطاع الصحي بعيادة متعددة الخدمات بالسبالة، حيث تم إنهاء الأشغال وتسليمها، إضافة إلى مركز حقن للدم بشراقة. إذن كل هذه المشاريع تدخل في إطار التنمية الصحية على مستوى العاصمة وتدعيم المنشآت الموجودة. كل هذه الهياكل الصحية يؤطرها أطباء مختصون، وقد تدعمت بمخابر وأجهزة أشعة. عندنا أطباء عامون يشتغلون هنا في العيادة، عندنا قاعة العلاج وطب الأسنان وطب الأطفال. ما ننساوش بلي عندنا ثاني لو بلاتو تكنيك، عندنا لو لابوغاتوار، وعندنا لا راديو. الاختصاصات الأخرى اللي مبرمجة راه يجي تدريجيا. مشروع الهياكل الصحية يهدف إلى تحسين التكفل بالمريض، كما يخفف من الضغط على المؤسسات الاستشفائية لولاية الجزائر.